عقدت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي بالرباط جلسة عمل مع وفد عن حزب العدالة والتنمية لعرض تصور الحزب للنموذج التنموي الجديد المنشود بالمغرب في ظل جائحة فيروس كوفيد-19. ويأتي هذا اللقاء في إطار تعميق اللجنة لأشغالها ضمن سلسلة جديدة من جلسات الاستماع والتشاور مع مختلف الفاعلين من أجل توطيد مقارباتها التشاركية الرامية إلى بناء النموذج التنموي المتوخى، أخذاً بعين الاعتبار تداعيات الأزمة الناجمة عن تفشي وباء كورونا. كان الشغل في الحزب على تصوره فيما يتعلق بتدبير هذه الجائحة، فأنتجنا مذكرة هي التي قدمناها اليوم في هذا اللقاء بعد أن أكدنا على المخرجات الأساسية وعلى المنطلقات الجوهرية التي ينبغي أن تؤطر أي بناء للنموذج التنموي الجديد من حيث القيم الأساسية والمنطلقات التوابيت الدستورية إلى غير ذلك. أولا المستوى الاجتماعي، الجائحة أثبتت أن هناك حاجة إلى تحقيق التماسك الاجتماعي بسياسة اجتماعية وغير ذلك من الإجراءات. الإقلاع الاقتصادي، لأنه لا نتصور نهضة لبلادنا بدون إقلاع اقتصادي، وهذا قال وجهة الملك في آخر خطاب. على المستوى الرقمي، الجائحة علمتنا دروسا من ضمنها ينبغي أن نؤهل بلادنا للتحول الرقمي الذي يمكن أن ينتج، وغيرها من القضايا الأساسية في الإطار. ومن المرتقب أن تعقد اللجنة لاحقاً جلسات مماثلة مع هيئات سياسية أخرى أبدت رغبتها في تقديم مقترحاتها وتصوراتها المتعلقة بالنموذج التنموي الجديد في خضم المعطيات الجديدة للسياق الوطني والدولي.